علاج الانتفاخ مع 19 مشروب صحي وفعال ومجرب. إن كنت تبحث عن طرق علاج الانتفاخ فلن تجد أفضل من الوسائل الطبيعية. يمكنك التعرف على مجموعة من المشروبات المختلفة للقضاء على الانتفاخ. شاي النعناع. يتمتع شاي النعناع بنكهة مميزة تمكنك من معالجة انتفاخ البطن، وذلك يرجع إلى المنثول الموجود في النعناع والذي يخفف العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى أنه يتمتع برائحة ممتعة أكثر، وعند تجهيز شاي النعناع يعمل على تهدئة الجهاز الهضمي. مشروب القرفة الدافئة. تم استخدام القرفة منذ عدة قرون في علاج اضطرابات المعدة، لأن القرفة من التوابل التي تقلل الضغط على المعدة وتقدم الإغاثة من الانتفاخ. يمكنك تجهيز شاي القرفة في الماء الساخن وإضافة القليل من العسل، وعند تناول القرفة الدافئة يومياً يساعد هذا في تحقيق الاسترخاء للجهاز الهضمي. شاي البابونج. شاي البابونج هو سائل يساعد على الاسترخاء ويستخدم لتخفيف الانتفاخ منذ العصور القديمة، وهو واحد من أكثر العلاجات المعروفة ضد الانتفاخ لأنه يحتوي على حمض لتقليل المشاكل الناتجة عن الإفراط في تناول المزيد من الطعام. يمكنك تحضير شاي البابونج بسهولة بنفسك في المنزل، فهو بديل ممتاز لتناول الشاي الأسود أو القهوة، ويساعد بعلاج العديد من الأمراض المختلفة. عصير الأناناس الساخن. عند تجهيز عصير الأناناس الساخن يمكن أن يكون له العديد من الفوائد لانتفاخ المعدة، وذلك لأن الأناناس يحتوي على إنزيم يسمى البرومولين الذي يساعد في تحسين عملية الهضم ومنع الانتفاخ، خصوصاً عند تناول العديد من الوجبات الغذائية التي تحتوي على نسبة بروتين عالية. وعند تناول كوب من عصير الأناناس الساخن بعد وجبة ثقيلة يمكن أن يمنع ذلك الانتفاخ ويساعد على الهضم ويحسن نظامك الغذائي. الماء الدافئ. الماء الدافئ واحد من المشروبات الأساسية التي تقدم العديد من الفوائد للجسم. بمجرد الحصول على كوب واحد أو اثنين من الماء المشبع بالبخار، الماء جزء مهم خصوصاً للحصول على العناصر الغذائية. يمكنك تناول الماء الدافئ على مدار اليوم لكي تساعد الجسم في التخلص من السموم. وللحفاظ على صحتك تناول كوباً من الماء الدافئ في الصباح. عصير البطيخ. وسيلة رائعة للتخلص من انتفاخ البطن خصوصاً في فصل الصيف، وأيضاً الحفاظ على ترطيب الجسم لفترة طويلة لأنه يوفر جرعة عالية من الليكوبين، وثبت أنه يحسن صحة القلب والأوعية الدموية. الزنجبيل. يعد الزنجبيل طارداً للريح، وبالتالي فهو يقلل من ضغط الانتفاخ حيث يعمل على تمرير الغاز عن طريق الجهاز الهضمي، ويعد بمثابة مهدئ ومسكن للألم، كما أنه يحسن الدورة الدموية ويحتوي على العديد من العناصر المفيدة. تقطع شرائح الزنجبيل ويتم وضعها في فنجان به ماء دافئ مع شرائح عصير الليمون والعسل، ويترك لمدة 10 دقائق. بذور الكمون. تحتوي بذور الكمون على خاصية طاردة للريح، مما يساعد في منع تراكم الغازات وطرد الريح بطريقة سريعة، وأيضاً له خصائص مضادة للميكروبات للقضاء على البكتيريا السيئة التي تسبب الغازات، والسماح للبكتيريا الجيدة بالنمو وتعزيز الهضم السليم. شاي الشمر. الشمر يحتوي على الزيوت الطيارة التي تمنع الغاز، ويكون بمثابة مضاد للتشنج، ويساعد بتمرير الغازات الموجودة في المعدة. يتم فرم البذور وتوضع في كوب، ويضاف إليها العسل والماء الساخن، ويترك لمدة 10 دقائق، ثم الانتظار، وبعدها تناول هذا المشروب بانتظام. شاي بذور اليانسون.
يحتوي اليانسون على مضادات الميكروبات وخصائص طاردة للريح التي تساعد في طرد الغازات التي تتراكم في الأمعاء، وبالتالي تصبح عملية الهضم أسهل. تنقع بذورك في الماء الساخن لمدة 10 دقائق ويتناول دافئاً بانتظام. ماء الأرز، وهو الماء الذي يمكنك أن تحصل عليه أثناء طهي الأرز، يعمل كملطف للمعدة ويقلل من الالتهابات التي توجد على حاجز المعدة. قوم بطهي الأرز بإضافة الأرز والماء إلى المقلاة على نار هادئة حتى يصبح الأرز طري قليلاً، ثم إزالته من على النار وتصفية الماء الدافئ الموجود مع الأرز. يمكنك تحليتها بالعسل. عصير القرع، هناك العديد من الأطعمة الغنية بالألياف والدهون التي تحتاج إلى وقت أطول للهضم وبالتالي تؤدي إلى الانتفاخ، ولكن فيتامين ألف الموجود في القرع يعمل على تعزيز عملية الهضم السليمة. يمكنك تناول كوباً من عصير القرع بشكل منتظم للاستفادة منه. إن الأشخاص الذين يعانون من الانتفاخ نادراً ما يكون له آثار خطيرة بقدر ما يكون له آثار على ضعف الثقة بالنفس، خصوصاً عند المرأة، لأن الانتفاخ من المشاكل البارزة في أوقات الاضطراب الهرموني، مثل عندما تمر المرأة بسن اليأس. ولحسن الحظ هناك مجموعة من الأشياء التي يمكنك أن تقوم بها للحد من انتفاخ المعدة، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية. هناك بعض المشروبات التي تقلص من الانتفاخ وتعود بالمعدة إلى حجمها الطبيعي وتحدث تغيراً إيجابياً في نظامك اليومي من خلال الالتزام بنظام صحي.